تفقد، لأنهم أبناء هذا الوطن ووظائفهم ستكون مصانة، وأنهم موظفين مع الدولة وليس مع نظام عائلي. هم يقومون بهذا الثور، وستكون نتائج أعمالهم في القريب العاجل نعم. ظاهرة للعيان. طيب، عودة مرة أخرى إلى جمعة رفض الوصاية. خطيب ساحة الحرية بتعز دعا اليوم إلى سرعة الحسم الثوري وعدم التعويل على المبادرات والحوارات. هل يعني ذلك أننا بصدد تصعيد ثوري في ساحات التغيير وساحة الحرية؟ بالتأكيد نحن بصدد تصعيد ثوري، ولكن مثلما الشعب اليمني أثبت للعالم أنه شعب مدني ومسالم وأظهر وسائل جديدة في النضال السلمي لم يألفها العالم، فإن لدينا أيضا وسائل تصعيدية جديدة لم يجربها هذا النظام ولم يتعامل معها من قبل، سيتم الإعلان عنها والكشف عنها قريبا. ستكون هي السلاح الذي نستخدمه في تحقيق مطالبنا بشكل سلمي وعادل، وبإذن الله سيكون سريع جدا. ونحن نؤمن باستمرارية الثورة حتى بعد سقوط بقايا النظام ورحيلها، فنحن ندرك أن إسقاط الباطل سهل، ولكن الأصعب هو إقامة الحق، وستستمر الثورة لإقامة الدولة المنشودة التي نسعى لتحقيقها. هل يعتبر ذلك التصعيد هو مخاض للقاء الذي تم في ساحة التغيير بصنعاء والذي ضم ائتلافات ثورية ووزراء وقبائل عسكريين وأحزاب للاتفاق على آلية تصعيد موحدة بين الثوار؟ فيما يتعلق ببرامجنا التصعيدية، نحن لا نقتصر على لقاء واحد، وإنما نجري مشاورات متعددة ومطولة مع مكونات القرار داخل الساحة وداخل مختلف الساحات، في اتصالات مستمرة معهم لكي نصل إلى الرؤية والاستعداد الكامل للتحركات التي نقوم بها. لا يتم التصعيد بمجرد قرار انفرادي أو قرار من طرف واحد، والكل يدرك معنى الشراكة ومؤمنين بهذه الثقافة، وهي ثقافة الشراكة والمصير المشترك والقرار الجماعي لكل الناس فيما يتعلق بمصائر الشعب ومصائر البلد بأكمله. نعم. طيب سيد مانع، مظاهرات اليوم لا يمكن يعني بلا شك أن نعزلها عن خطاب الرئيس علي عبد الله صالح أمس. إلى أي مدى انعكست كلمات الرئيس علي عبد الله صالح على مظاهرة اليوم وأيضا على أنصاره، خاصة وأنهم خرجوا بالأمس للاحتفال احتفالات ربما كبيرة لظهوره على الشاشة بعد غياب شهر؟ سيدتي، لو كان لدي 2000 شخص مسلح ووزعتهم على أماكن متعددة في أمانة العاصمة لإطلاق أعيرة نارية إلى الهواء، لأشعرت العالم أن أمانة العاصمة كلها تطلق النار، ليست حشود كبيرة التي أطلقت النار، رغم أن لا زال لديه وحدات عسكرية ولا زال لديه مجاميع من البلطجية، ولكن هذا لا يعكس جمهور حقيقي يستطيع أن يراهن عليه. بالنسبة لنا في الساحات، فظهور الرئيس زاد من اطمئناننا أننا فعلا أنهينا المعركة الأولى من إسقاط النظام، وأن علي عبد الله صالح أصبح شيئا من الماضي لن يعود على الإطلاق، وهم مؤمنون الآن ومقتنعون حتى بقى النظام بحتمية التغيير، ولكن يبحثون عسى ولعل أن يكون هذا التغيير يحفظ ما تبقى لهم من مصالح أخذوها ظلما وجورا على هذا الشعب الحر الذي يرفض الاستكانة والتسليم لأسرة أيا كانت سلطتها أو قدراتها العسكرية. طيب، ماذا أراد علي صالح من الظهور في هذا التوقيت سيد مانع، خاصة وأنه يأتي في ذكرى انتصار قوات صالح على يعني في حرب انفصال الشمال على الجنوب على الحزب الاشتراكي عام 94.
ألا يترك ذلك نوعا من الحساسية لدى الجنوبيين؟ نحن على يقين أن صالح لم يلد الظهور نهائيا، ولكنه أجبر على الظهور، ولم يعد يمتلك شيء من الإرادة، وإنما هو الآن يسير كما يراد أن يسير من لا زالوا هم الآن في المواجهة وفي المعركة معنا. السعودية الآن تسعى لإيجاد خلخلة داخل الصف اليمني، في تصورها أن كلام الرئيس عندما يقول أن هناك كان صراع، كل طرف كان يحاول أن يفرض دستوره، الجنوب يريد أن يفرض دستوره والشمال أراد أن يفرض دستوره وانتصر دستور الشمال. نحن نقول أنه لم ينتصر دستور الشمال، وإنما انتصر دستور العائلة وسقط دستور الشراكة ودستور الوطن في تلك المعركة، ولكنه لم ينهزم، بل بدأت الثورة في انطلاق الحراك الجنوبي السلمي ولاستعادة الشراكة الوطنية العادلة التي تقوم على الوطن الواحد والشراكة الحقيقية والمواطنة المتساوية وإعادة الحقوق المنهوبة. هذا هو ما سيتم وما ستحققه هذه الثورة من استعادة الدستور الحقيقي الذي يطمح كل أبناء الشعب اليمني أن يحتكموا إليه، لا أن يكون دستور العائلة الذي يفصل كما يريد الحاكم وكما يريد من يسير هذا الحاكم، ومن لهم أجندة ومصالح يستفيدون منها على حساب مصالح هذا الشعب اليمني. في غياب علي عبد الله صالح، ما هي إمكانية تنفيذ المبادرة الخليجية وتشكيل مجلس انتقالي؟ أعتقد أن المبادرة الخليجية لا كلام عنها الآن على الإطلاق، ولن يلتفت إليها أحد، ومن يطرحها فهو ربما أنه لا يستحي، عليه أن يستحي من شعب يكن له الاحترام ولا يريد أن يسيء إليهم، عليهم أن يستحوا ويأخذوا أوراقهم ويرموها في الأدراج كي تكون جزءا من التاريخ السيء لمن قدموا هذه المبادرات. فيما يتعلق بالمجلس الانتقالي، القوى السياسية خاطبناهم مرارا أن عليهم التعجيل في الإعلان عن المجلس الانتقالي، ما لم فإننا سنكون مضطرين للإعلان عنه نحن، رغم أننا نتمنى أن يكون الإعلان عبر النخب السياسية والقوى السياسية الفاعلة في الساحة، كي يكون أكثر دلالة على الشراكة الوطنية الحقيقية، ولكن نتمنى أن لا يستمروا في ندرك أنهم لا يتجاهلون، ولكن أن لهم حسابات معقدة بحكم أن قد تكون رؤيتهم أكثر شمولا، ولكن رؤيتنا نحن أكثر ثورية، وعليهم أن يستجيبوا لمطالب قواعدهم وشعبهم الذي ينتظرهم بأن يكونوا أهلا للمسؤولية في تحملها في هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها اليمن، وأن يعجلوا بإعلان المجلس الانتقالي، لأنه لا يجوز وليس من المعقول أن يستمر الشعب اليمني شهرا كاملا في ظل فراغ دستوري. إلى متى سيظل الناس بدون قائد يحكم هذه البلاد وبدون قيادة تحكم هذه البلاد؟ عليهم أن يفكروا جديا في التعجيل بإعلان المجلس الانتقالي، ما لم فإننا سنستكمل المشاورات التي كنا بدأناها سابقا مع الشباب في الساحات لتسمية وإعلان أعضاء المجلس الرئاسي الانتقالي. نعم، ولكن ماذا عن تحذير نظام علي صالح من تكوين المجلس الانتقالي، وخاصة بأنه سيكون دولة داخل دولة على حد تعبير النظام؟ يا عبد الله صالح حذرنا في البداية من الخروج إلى الساحات ومن الخروج ومن التظاهر، واتهمنا بأننا مثيري فتن ومثيري شغب، هو حذرنا أساسا من الثورة ومن المطالبة بحريتنا، فماذا ننتظر منه؟ بالتأكيد سيحذرنا أن لا نختار بديلا عن هذه القيادة التي أذلت الشعب 33 سنة، ولكن هيهات له من ذلك، والشعب اليمني قد حدد مطالبه وأعلنها
منذ وقت سابق وسيعمل على تحقيقها بغض النظر عن ما يقوله صالح أو أنصار صالح أو المقربين منه. إذن السيد مانع المطري القيادي في لجنة تنظيمية لثورة الشباب في اليمن، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، كنت معنا من صنعاء.